أهيب بكافة المسؤولين والأعوان العموميين المناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلوا بالحياد التام ويسعوا على الاحترام الدقيق لأحكام القانون. وإنني لو أؤكد للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلقى مني كل الدعم في أداء مهمتها المنصوص عليها في الدستور والمفصلة بنص القانون. وبصفتي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء فإنني أدعو القضاة إلى الحفظ على الصرامة وعلى المعالجة الفورية لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب أو شفافيته. فإنني أدعوكم أبناء وطني الأعزاء إلى القيام باختياركم، إن اختياركم الذي سيحظى بالاحترام سيكون الاختيار الذي ترضونه بأنفسكم وبحرية وفق قناعاتكم السياسية. أمام حدث كبير يكتسي أهمية بالغة، ألا وهو الانتخابات التشريعية التي تأتي هذه المرة في ظل تقلبات وتغيرات إقليمية ودولية تتطلب منا جميعاً كل من موقعه وصفته أن يساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال المشاركة القوية والفعالة. ولن نخفي شيئاً إن قلنا أن أي تأخر عن أداء الواجب الانتخابي يمكن أن يكون دافعاً، حتى لا نقول سبباً قوياً، لانتقال مختلف التهديدات الأمنية إلى بلدنا الحبيب. ويرحمنا التي تميزت بشهادة الجميع بالهدوء في الخطاب المسؤول، إذا ما استثنينا بعض التجاوزات التي يمكن إدراجها ضمن التنافس الانتخابي الذي لا ترقى فيه إلى الجرائم القانونية. ولعل ما أجمع عليه كل المتنافسين، وهي ملاحظة جيدة يجب التركيز عليها، لعل ما أجمع عليه كل المتنافسين وما يبعث على الفخر والاعتزاز والارتياح أن حماية البلاد وصيانة وحدتها واستقرارها كان الخطاب الجامع في الحملة الانتخابية، وأن المشاركة في الانتخابات أولوية بل هدف يسمو فوق كل البرامج، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وخطاباً مسؤولاً وجب التنويه به من كل المترشحين أحزاباً وأحراراً.